أعربت عدد من المتقدمات لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب عن فخرهن بالمشاركة باختبارات البرنامج. وأكدت المتقدمات في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتمكين المرأة على كافة المستويات. يعني أنا قدمت على البرنامج لأن أنا من أول ما الأكاديمية بدأت وبدأت البرنامج بتاع البرنامج الرئاسي كنا بنسمع عنه وكلنا حابين نشارك فيه، فلما يتعمل برنامج للمرأة مخصوص أكيد ده هيساعدنا بشكل أفضل في القيادة وفي المناصب الإدارية اللي احنا فيها. يعني طبيعة البرنامج يعني يؤهل المرأة للقيادة، فنتيجة إن أنا شفت زمايلي أوريدي خريجين PLP وEPLP برنامج أهلهم كتير وأثقل مهاراتهم بشكل كبير جداً وغير فيهم هما شخصيا، بقى يعني بقى ده الطيب بتاع حياتهم كله بيطبق البرنامج عليه. فاعتقد ان البرنامج مش بس بيأهلك للقياده، لا هو بيأهلك انت كشخصيا لحياتك كلها في ديسيجن ميكنج عامه. يعني مكان كبير زي الاكاديميه الوطنيه للتدريب مقدمه برامج كتيره جدا، بجد شرف لاي حد ان هو يبقى فيها. كون ان برنامج التنفيذيات مخصص للمراه فقط فدي بالنسبه لنا يمكن نصره، يمكن الزوم بتاعه المنافسه هتبقى اقل شويه.